ديار شعبة في لواء القهرمان. اليوم أنتم يجب أن تكونوا على أتم الجاهزية من خلال التدريبات التي تلقيتموها، فأنتم الرفاق الذين ستكونون على صفوف الجبهات. اليوم نحن على أتم الجاهزية من أجل الدفاع عن وطننا. اليوم نتعرض لأعدل تنظيم بعدما استطعنا أن نقضي على داعش. اليوم الاحتلال التركي يهاجم مناطقنا، فأنتم أبناء البلد، أبناء الوطن، حماة الوطن والأرض. أنتم اليوم قوة عظيمة، استطعتم أن تأخذوا هذا التدريب بهذا المكان، المكان بجغرافيته الصحراوية التي تعطي قوة المقاتل المناضل، ويجب أن تحمل جميع صفات المناضل الثوري.